عزيزي مولود برج الجوزاء، يسعد لي اوقاتك. اسبوعك من 13 لغايه 19 الشهر من ايار مايو، كيف بدها تكون الامور بهذه الفتره؟ اكيد بدايه الاسبوع رح يكون في عندك بعض امور تتعلق باعمال وماليه، امور ماليه، شؤون ماليه، شغلة بال ببعض النفقات، ولكن بتحلها، لازم تحلها وتخلصها. وانتبه من المغامرات المالية، ولكن من بعد القمر بعد الظهر بده يكون ببرج الأسد ابتداء من الساعة 12:35 بتوقيت بيروت. هون الأمور بتنشط عندك، تزدهر وبتكتر اتصالات واجتماعياتك ولقاءاتك، وبتشعر برغبة بالتواصل مع الكل. كتير مناسبين الثلاثة والأربعة للامتحانات، للقاءات، للاجتماعات، للمؤتمرات، للبيع، للشراء، للتنقلات، للسفر. يعني بتكون الأمور لصالحك بأي اتجاه. هدول الفترة بديك تستفيد منهم بكل طاقاتك. ومن ناحية تانية، نهار الخميس والجمعة والسبت لغاية الساعة 12، السبت لغاية 12:22، هون القمر بيكون تربيع معك، يعني بدك تنتبه شوي. يمكن في أمور تتعلق بعائلتك، أمور عقارية، أمور تتعلق بإرث، في شيء يمكن بانتظار مدعوين لعندكم، عم بتجهزوا لمناسبة، جاي ناس، اجتماعات عائلية. البعض يمكن عنده شراء أثاث جديد للبيت. البعض يمكن يكون في عنده بده يرتاح، شاغل كل هالوقت، في راحة، في اهتمام بعائلته. البعض يمكن يكون عنده أمور تتعلق بصحية، بيشغل فيهم فيها، بس انه يعني هدول يعني تربيع القمر، بدنا ننتبه شوي من بعض الامور، ولكن كون حذر بكل الامور وما تفرض رايك على الاخرين وخاصه على اهل بيتك. ولكن من ناحيه ثانيه الامور بتصير افضل ابتداء من السبت الساعه 12:30، القمر بينتقل لبرج الميزان، بتتنفس، والاحد بيكون من اجمل الايامات لك. بالبيت الخامس القمر بيحمل لك المفاجات، بيكون عندك مصالحات، امور تتعلق بالعمل، امور تتعلق بدراسات، امور تتعلق بهديه، يمكن مصالحه، كسب حق، كسب مال، كتير مناسب للامتحانات. يعني هذا نهار الاحد، وكانه بتتنفس، بتقدر تتحرك بكل تحركاتك. وما تنسى انه دائما بديك تعتمد، يعني ما تعتمد على الحظوظ كتير، لانه هلا انت بموقع حرج، يعني كل الكواكب عم بتكون بالبيت ال 12 عم بتتعبك. بس صدقني هانت الامور من 20 الشهر وبتطالع، بتتنفس، بتدخل الشمس لعندك، بتصير امورك افضل. وهيك بنكون نهينا لهذا الاسبوع. بشوفك على خير ودوم الصحة يا رب.